صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ الحمد لله، اشتقت لكم كتير. كي جي ون اليوم يا حلوين عنا عدد كتير حلو وبجنن كتير كتير وسهل كتير 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 كتير. بس يا حلوين، قبل ما ناخد هذا العدد ونكتشفه مع بعض لازم نتذكر الأرقام اللي أخذناها من قبل. متذكرين ومتذكرينهم الأرقام؟ متذكرينهم؟ يلا نتذكرهم مع بعض. خلينا نتذكرهم من خلال النظر إلى السبورة. انظري ما أجمل الغيمة، انظروا، أوه إنها غيمة مبتسمة. هذه غيمة الأعداد. ما هو العدد الأول الذي تم أخذه في السابق؟ ما هو؟ هيا نتذكر معا. ما هذا الرقم يا حلوين؟ عز، يامن، باسل، قصي، بكر. أحسنتم، واحد واحد. إذا هذا الرقم هو واحد. أحسنتم. هيا نضعها معا. هنا قطرة الماء تحت الغيمة تحتوي على الرقم واحد. أحسنتم. إذا الرقم الذي يليه ما هو؟ ما هو؟ هيا هيا فكروا فكروا فكروا، ما هو؟ هيا هيا يا كبدة، هيا. أجل، أحسنت يا عمر. إذا هو الرقم اثنان. اثنان. إذا هذا هو الرقم الذي يلي الرقم واحد. اثنان. يأتي بعد الرقم واحد العدد اثنان. واو، انظروا إلى الغيمة كم هي سعيدة. إنها تحتوي على العدد واحد، قطرة واحدة. ثم أتينا بالقطرة الثانية تحتوي على الرقم اثنان. إذا الرقم الذي رقم الذي يلي العدد اثنان، ما هو؟ هيا فكروا فكروا فكروا، ما هو؟ أحسنتم، ثلاثة. ثلاثة. إذا العدد هو ثلاثة ويأتي بعد الرقم اثنان. أحسنتم. نضعها أيضا تحت الخيمة. واو، انظروا، هيا نعد معا. واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنتم. مرة أخرى، هيا هيا هيا. واحد، اثنان، ثلاثة. متذكرين النشيد اللي أخذناها؟ يلا. إحنا ثلاث أرانب حلوين وحبايب، نأكل جزرة خش خش خش، نأكل غصة خش خش خش. عدوا للثلاثة وبس، واحد، اثنين، ثلاثة وبس. برافو. اليوم يا حلوين عندنا ثلاث قطرات تحت الغيمة وراح يجينا عدد جديد وحلو. إيش هو هذا العدد يا الله؟ خلينا نتذكر، خلينا نتذكر. ما راح نتذكر لأنه إحنا لسه ما أخذناها. شو رأيكم نكتشف العدد من خلال عد الشوكات اللي بإيدي؟ هبا بابا يا حلوين. هاي الشوكة بنأكل فيها بطيخ. يلا نعد كم شوكة في إيدي يا حلوين. يلا بصوت قوي. واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا كم شوكة في إيدي يا حلوين؟ برافو، أربعة، أربعة، أربعة. اثنين واثنين، أربعة. برافو، أحسنتم. إذا أربع شوكات بيدي. برافو يا حلوين. زقفة كبيرة، زقفة زقفة زقفة. طيب خلينا كمان نشوف كم ملعقة بيدي. لا لا لا، عم باكل الشوربة فيه. يلا نعد كم معلقة في إيدي يا حلوين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. كمان مرة نعدهم مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لا 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 لا، إذا مين الشطور الحلو بيعرف إيش رقمنا لليوم؟ برافو، أربعة، اثنان، واثنان، أربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا 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 لا، طب على إيدنا نعمل رقم أربعة. يلا 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 يلا، يلا نعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.
إذا رقمنا الحلو اليوم هو 4. طب خلينا نكتشف شكله للرقم 4. يلا 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 يلا، القطرة الرابعة ها هي أوبا، رقم 4. أهلا وسهلا، احكي له أهلا وسهلا بأربعة. أحسنتم يا حلوين، هيا نضع القطرة على اللوح تحت غيمتها مع أصدقائها الأرقام. هوبا، إذا كم قطرة تحت الغيمة يا حلوين؟ خلينا نعد مع بعض. يلا يا حلوين، 1 2 3 4. أحسنتم، طب خلينا مع بعض نزقف 4 زقفات. يلا يلا مستعدون؟ يلا 1 2 3 4. كمان مرة، يلا يلا نزقف 4 زقفات. يلا يلا 1 2 3 4. برافو يا حلوين، إذا عددنا اليوم هو 4. يلا يا حلوين مع بعض نشوف إيش في عاللوح. فواكه لذيذة، غير البطيخ في فاكهة شفتوها؟ شفتوها؟ برافو، شو هذه الفاكهة؟ يلا يلا شوفوها كمان مرة، يلا بب 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 بب. هوبا، شو هي؟ برافو، فاكهة التفاح. خلينا نشوف كم تفاحة في هاللوح يا حلوين، مستعدون؟ يلا، أنا بحكي عندي 3 تفاحات، 3 يا حلوين، أنتم شو بتقولوا؟ لا مش 4، 3. خلينا نعد ونكتشف، يلا نعد مع بعض، يلا. 1 2 3 4. كمان مرة نعدهم، لحظة، أنا حكيت 3 تفاحات وعدينا على اللوح 4. يا مس آيات، اليوم كمان غلطتي، يا الله طلابك أشطر منك، قالوا لك 4 وأنت ما رديتي يا مس آيات. لازم تسمعي كلام أولاد الحلوين، أولاد الكيجوان. إذا كم تفاحة عندنا؟ خليني أعد أنا وياكم بصوت حلو، يلا 1 2 3 4. 4 تفاحات، يلا ناكل التفاحات، يلا تفاح أخضر لذيذ، كمان تفاح، يلا يلا عشان يقوى، يلا يلا لازم نغسلها قبل، يلا يلا ناكل كمان 3 تفاح، يلا ما تاكلهم كلهم، يلا يلا ناكل آخر واحدة، ما بدنا نخلي لحدا، يلا إنها 4 تفاحات لذيذة، يومي يومي يومي، أوه ما أسكاها، يوي أكلنا التفاحة. طب خلينا نكتشف كم بطيخة عندنا على اللوح، ناكلها بالشوكة، يلا 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 ناكل بالشوكة، لا نعدهم أول، يلا يا حلوين، أنا بقول عندي بطيختين، انتوا شو بتقولوا؟ لا مش 4، 2 2، مش 4، نعد ونشوف، يلا نعد مع بعض عشان انا ازقف لكم زقفة النملة اذا انتوا غلطتوا، يلا نعد 1 2 3 4. كمان مرة يا مس ايات، يا الله لا انا عارفة بس انا بحب اخربتكم، خلينا نعدهم كمان مرة، بعرف انكم شطورين يعني بعرف، يلا كمان مرة 1 2 3 4. اذا كم بطيخة عنا يا حلوين؟ 4 بطيخات، خلينا ناكلهم قبل ما حدا ياخذهم، هاي الشوكة، يلا يلا هوب، 1 2 2. يلا يلا يا زينة تاخذي واحدة، يلا يلا يا زينة، يلا 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 برافو زينة، يلا هاي لإلي، خلص خلص ما حدا رح تقول لإلي، يا الله مش قادر، خلاص تعبت، الرقم كتير بطعمينا وحلو. طيب يا حلوين، اذا اخذنا العدد 4 وشفنا كم تفاحة عنا طلعوا 4، كم قطعة بطيخ عنا طلعوا 4. طيب يا مس لازم نكتشف كيف بنكتب الرقم 4، كتير حلو سهل، انتبهوا معي كيف نكتب الرقم 4. لا 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 رح نجي هون، اول شيء لازم هذا الرقم
السطر، ما بحب ينزل عن السطر، بحب يضل هيك قاعد ومبسوط لأنه أكل وانبسط، فهو قاعد بيرتاح فوق السطر. خلينا نشوف، بنحط نقطة، برافو، خط مائل للأسفل ثم خط مستقيم ثم نأتي إلى هنا وخط عامودي للسطر. لا 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 لا، أربعة. كمان مرة، حكينا كم بطيخة عنا يا حلوين؟ أربعة. يلا نكتب أربعة، بنحط النقطة ما ننساها، هاي النقطة. شو بعدين؟ خط مائل للداخل قليلا ثم خط مستقيم ثم بداخل الرقم أربعة على الخط المستقيم خط عمودي. ها هو، هوبا، بقعد على السطر ما بينزل. برافو. كمان مرة، نقطة، خط مائل إلى الداخل قليلا ثم خط مستقيم ثم خط عمودي داخل قليلا إلى الخط المستقيم. ها هو هنا، هوبا، شفتوا؟ واو. كمان مرة، حاضر حاضر يا تفاحات، مبسوطين. هلأ بنكتب الرقم أربعة عند التفاحات. يلا، نقطة، خط مائل إلى الداخل ثم خط مستقيم داخل الخط المستقيم خط عمودي. لا 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 لا، كمان مرة. يلا، نقطة، خط مائل إلى الداخل ثم خط مستقيم ثم داخل الخط المستقيم خط عمودي. مرة أخرى، نقطة، خط مائل إلى الداخل ثم خط مستقيم ثم خط عمودي داخل الخط المستقيم. با با با. أربعة 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 أربعة. إذا ما هو رقمنا لليوم يا حلوين؟ أربعة. يلا يا حلوين، هلا نستعد مع بعض ونسمع نشيد العدد أربعة. يلا 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 يلا، هوبا، يلا بسم الله. يلا استعد، يلا 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 بالفيديو الجاي. تكتب الرقم أربعة وتبعتوا لي إياه. باي باي.